نصيحة صادقة ومشفقة نافعة للزوجة الموفقة لكي تعيش عيشة سعيدة عن البلاء والأذى بعيدة وتتقي الشقاء والشقاق ولا ترى التعليق والطلاق تأدبي بحضرة الزوج ولا تجاوبي فيما أراده بلا بل اسمعي وطاوعي وامتثلي والصوت فوق صوته لا يعتلي وقصر اللسان لا تطيلي فطوله مسعر لويلي فمن يطل لزوجها لسانها يقصر ببيت زوجها زمانها ولا تشير عنده بالكف ساخطة بل أظهري للضعف وانأي عن الجدال والعناد فإنه على القلى ينادي لتجرحيه بسنان القول فإنه مستجلب للهول كوني به ودودة ومشفقة محسنة في جذبه موفقة تلطفي عند الكلام واخضعي وأسعدي في منظر ومسمعي وأسمعي كل قول طيب والمسك والأطياب لا تغيبي أريه فيك رقة الإناث أغنيه عن مثنى وعن ثلاثي وحاذر التنكيد والتشكي ولا تمارضي ولا تشكي وأكرمي أبا له وأما وإخوة وصحبة ورحمة قومي بأمر البيت والأولاد فتركه داعية الفساد ولتطبخي بالبيت دون ما كسل فإن طبخ البيت حلو لا يمل لتطلبي من مخبز ومطعم فذا مضر بالجيوب والفم وعلم البنات شغل المطبخ لخير في بنت إذا لم تطبخي لتسمعي للمرأة الكيوت فإنها الخراب للبيوت وحاذر المفسدة المخببة فبينها وبين إبليس شبه كم أفسدت من البيوت ويحها وأذهبت بعد وئام ريحها من طاوعتها لم تجد إلا الندم وكم بكت لا بالدموع بل بدم وحاذري من فكرة النسوية فإنها مسمومة كالحية تروم خلع الزوج والرقيب كيما تغيب دون ما حسيبي تعقلي وإن كرهت واصبري ولا تزيلي منكرا بمنكري ما كل بيت يبتنى بالحب بل بالتغاضي واغتفار الذنب وكل بيت فيه ما يعكر كالملح فيه حاضر والسكر لا تخرجي أسراره ولو لأب ولا تزيد النار وريا بالحطب فكل خلف ظل في البيت يحل وما له إن جاوز الزوج حل إلا قليلا واصبري وصابري واعترفي بالنقص لا تكابري وعظمي لمنصب القوامة تري عظيم الأمن والسلامة وإن يكن منه قصور أو خطأ لا تسرعي لنقده حث الخطى بل أمهلي حتى يكون في صفا وباحترام بيني لا بالجفا ثم اسكتي مطرقة عند الغضب فذاك مطف للشرور الشرور واللهب كوني له عونا على الظروف واقتصدي في الصرف والمصروف كوني له في بيته كما يحب يكن لك المحب فوق ما يجب للزوج حق وعليه واجب وسعيه إن لم يؤد خائب أد الذي عليك ثم طالبي بالرفق والحسن بكل واجب وإن يقصر فيك لا تقصري كل امرئ بحصد زرعه حري ستحمدين الصبر لا تستعجلي والليل مهما طال سوف ينجلي فعوض الرحمن بحر لا يحد في صحة وفي صلاح للولد أما الثواب فثواب الصابر بلا حساب بل بجود الغافر فاحتسبي ذا عنده تعوضي كم صابر عوضه حتى رضي وأنت يا أختاه كل المجتمع نصف بعد ثم نصف
بالتبع، لأنك المسؤولة المربية لنصفه، فنعم تلك التربية، فمنك كل الخير فيه يغرس، على الرشاد والهدى يؤسس، فأنت مثل القلب للأجساد، أصل الصلاح منك والفساد، فإن صلحت صلحت أجيالنا، وإن فسدت قربت أجالنا، فاحتسبي وجاهدي، فأنت في ثغر به جيش العدو ينكفي، ثغر العقول سيد الثغور، من يحميه يسمى بالمنصور، في اصبري وصابري ورابطي، ولتتقي كي تفلحي وتغبطي، في اصبري وصابري ورابطي، ولتتقي كي تفلحي وتغبطي.